يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عقيدة أهل السنة أن الله سبحانه ينزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيستجيب لمن دعاه ويعطي من سأله، هل هذا عام للمسلم والكافر أم أنه خاص بالمسلمين فقط؟ الكافر يستجاب دعاه إذا كان مضطرا أو كان مظلوما، الكافر يستجاب دعاه إذا كان مضطرا أو كان مظلوما، أما في غير ذلك فلا يستجاب له دعاء، وأما المؤمن فإنه يستجاب دعاؤه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستجاب دعاؤه مطلقا، نعم، ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. نعم.